اوكي انا نايم 29. انا بقى نايم 30. 14 جر ده ايه الحظ ده؟ هتكمل يا انور؟ يكمل فين بقى؟ ما خلاص احنا نتقابل الليله دي زي النهارده. قصدك زي امبارح يا انور؟ ما بلاش الليله دي كمان يا انور، استنى لما تشتغل شويه وتقبض من الاوتيل. انا قلت الليله دي انا عايز اعوض خسارتي. خلاص يا جماعه نتقابل هنا 12 ونص. خليها واحده كل خلصت شغل. اتفضل. صباح. ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ صحيت على صوتكو، كنت فاكراكو خلصتوا من زمان. معلش برتيتا طولت شويه الليله دي. الليله دي بس يا انور؟ انت كل يوم قمار من نص الليل لوش الصبح. صباح انا خسران ومش طايق نفسي. لا صاحية بس عاملة حالي نايمة لأنه زوجك وأصحابه هلكوني بطلباتهم كل الليل. بصراحة حس حالي خدمتهم. معلش يا أختي ما تقولي هيك. طيب يا أختي مش خدمتهم، جرسوني بصلت القمار. سعادة تحملي شوي كرمالي. وانت كرمال مين بدك تتحملي؟ أنا زهقت من الخناق كل يوم، ما كنت أعرف أنه أنور بحب يلعب قبل ما أتجوزه. مستحية تقولي أنه مدمن قمار؟ طيب هيك عرفتي شو رح تعملي؟ كيف بعد رح تعيش بهالمهزلة؟ ما عم بعرف كيف بدي بطله إياها. على القليل ما بقى يجيب أصحابه ويلعبوا كل يوم بالبيت، كل كم يوم وبيطب البوليس علينا وبيجرنا كلنا على القسم، وساعتها بتصير القضية. شو وطي صوتك، ما بدي مشاكل. خايفة يسمعني؟ هو مين بيناتنا لازم يستحي على دمه ويستحي من حاله؟ اسمعي يا صباح، إذا بتحبينا عن جد بتنزلين على بيروت بأسرع وقت، أنا ما بقى فيني أعيش بهيدا البيت. بدك تفلي وتتركيني بظروف مثل هاي؟ شو بعمل لك اذا ما كنت انت قادره تغيري هالظروف؟